مجلس الشعب يستأنف جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الأول برئاسة فهمي حسن نائب رئيس المجلس وحضور الحكومة. وأعضاء مجلس الشعب يؤكدون أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في متابعة لقاءاتها التشاورية تنفيذا للبرنامج السياسي لحل الأزمة. أكد أعضاء مجلس الشعب أن الإرهاب الدولي والمنظمة ضد سوريا والذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهما في المنطقة يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على هذه الدول لتجفيف منابع الإرهاب. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية لتوحيد الرؤية بين الدولة والمعارضة الوطنية قبل الدخول في مؤتمر الحوار. مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول الوضع الاقتصادي والمعيشي والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن تركزت حول مكافحة ظاهرة الفساد والتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية وتنمية الوعي الاجتماعي حول الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب الفساد، مطالبين بإيجاد آلية معينة للرقابة على ارتفاع الأسعار عبر مشاركة المجتمع الأهلي. وأكد أعضاء المجلس أن أخطاء السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة وما جرته من نتائج أدى إلى العقبات التي تعاني منها الحكومة الحالية من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وسعر الصرف، مطالبين بإجراء تقييم لأداء المديرين والدوائر الحكومية للوقوف على واقع عملها ووضع معايير لتقييم أداء المحافظين، كما طالبوا بإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وضرورة معالجة ملف الموقوفين وإحداث صندوق لدعم أسر الشهداء وجرحى الجيش في جميع المحافظات وصندوق لمعالجة أوضاع الأسر المهجرة في مراكز الإيواء، مؤكدين ضرورة عدم رفع الدعم الحكومي تفاديا لوقوع المواطن ضحية لتجار الأزمات. المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أكد أن كل المواضيع التي طرحت ستحظى بالعناية والمتابعة من قبل الحكومة. وأشار غلاونجي إلى أن 5000 منشأة خدمية تعرضت للتخريب خلال الأزمة، وقد قدم قطاع الخدمات أكثر من 3500 شهيد و8000 جريح وأكثر من 2000 مخطوف ومفقود، ورغم كل ذلك لم يثن العاملين في قطاع الخدمات عن أداء مهامهم الوطنية. أثبتت هذه الأزمة أن سوريا الدولة تمتلك مؤسسات خدمية قادرة بامتياز على التعامل مع مثل هذه الأزمات. وحول موضوع السكن العشوائي أكد غلاونجي أهمية هذا الموضوع لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية وتخطيطية. تم وضع خطة وطنية اسمها الخطة الوطنية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، تم عرضها في مجلس الوزراء وتم إقرارها، وأحداث صندوق لتمويل هذه المعالجة بمبلغ 10 مليار ليرة سورية، إضافة إلى تكليف هيئة التخطيط الإقليمي بإعداد الخارطة الوطنية للسكن العشوائي في سوريا. انتهت هذه الخارطة وتم إعدادها ونتج عنها 157 منطقة مخالفات جماعية في سوريا. نضع حاليا السيناريوهات الأفضل لمعالجة كل منطقة من هذه المناطق. الدكتور قدر جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اعتبر أن المبادئ العليا ليست مطروحة على طاولة الحوار للتوافق عليها. المبادئ العليا هي اللا للتدخل الخارجي. المبادئ العليا هي نبذ العنف كوسيلة لحل المشاكل السياسية. هذه القضايا غير خاضعة للحوار، وبالتالي هي غير خاضعة للتوافق، وبالتالي هي غير خاضعة للنقاش. الأمور التي تمس سيادة سوريا واستقلالها هي خارج النقاش نهائيا. جميل أكد أن موضوع الدعم الحكومي ثابت من ثوابت الحكومة ومن أساس بيانها الوزاري. نحن حكومة لا يمكن أصلا يكون فيها فريق اقتصادي، لأن حكومة إدارة أزمة وحل المشاكل العاجلة، مو حكومة تنفيذ خطط متوسطة وبعيدة المدى، تحتاج إلى فريق اقتصادي نواة متفاهمة وعنده خط وعنده برنامج. نحن عم نحل أمور على الحاضر. وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار أكد أن عناصر الشرطة يبذلون جهودا كبيرة في هذه المرحلة إلى جانب قوات جيشنا الباسل، موضحا أن الازدحام الحاصل في مراكز الهجرة والجوازات بسبب التهافت الكبير من قبل المواطنين للحصول على جواز سفر. وزارة الداخلية في هذه الفترة تعمل بأكثر من اتجاه، هو الاتجاه العسكري إلى جانب قواتنا المسلحة تقاتل بكل أقسامها وفروعها وتشكيلاتها، وتعمل أيضا في جانب أمني، وبالتالي تكافح الجريمة بكل أشكالها حتى الواقعة منها على أمن الدولة،
وتعمل بشكل خدمي. وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أكد أن الآونات الأخيرة شهدت اتخاذ 31 قرارا تم بموجبها إحداث أكثر من 60 قسما وكلية ودراسات عليا في مختلف الجامعات. نحن نعمل حقيقة وفق منهجية حقيقة سليمة تعتمد على المحافظة على جودة التعليم العالي بكافة تخصصاته، وعلى أيضا بالوقت نفسه على تطوير برامجنا وعلى تطوير أيضا مجالات عملنا بما فيها البحث العلمي. مداخلات أعضاء مجلس الشعب بحضور الحكومة تؤكد ضرورة الاهتمام أكثر بالواقع المعيشي والخدمي للمواطن، ووضع حد لارتفاع الأسعار، ومكافحة ظاهرة الفساد. وعلى هذا رفعت الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد 26 من الشهر الجاري. بلال معروف، التلفزيون.